جنة ونعيمها سعد لمن يصلي وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمله الشهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى. ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى، حضر أمه ليلة مولده الشريف آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، 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 اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه أشرف الأسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا أحمد صلى الله وسلم عليه وعلى آل سيدنا حميد صلى الله وسلم عليه وعلى آل سيدنا محمود صلى الله وسلم عليه وعلى آل سيدنا أحيد صلى الله وسلم عليه وعلى آل سيدنا وحيد صلى الله وسلم عليه وعلى آل سيدنا ماحد صلى الله وسلم عليه وعلى آل سيدنا ماحد صلى الله وسلم عليه وعلى آل سيدنا حاشر صلى الله وسلم عليه وعلى آل سيدنا حبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آل سيدنا طه صلى الله وسلم عليه وعلى آل